ولمزيد من المتابعة ينضم إليه من القاهرة مراسل غد محمد عاطف. إذن محمد، هناك وثيقة يجب أن تعد من قبل هذا المؤتمر وأيضا لتسليمها في قمتهم في تونس في شهر مارس المقبل. إذن ما الذي تتضمنه هذه الوثيقة التي تم إعدادها؟ هذه الوثيقة طبعا هي وثيقة لتحقيق التضامن العربي لمواجهة التهديدات والتدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية. أهم هذه التهديدات والتحديات هي القضية الفلسطينية. بالفعل هذه الوثيقة تتصدر مواجهة الاحتلال واستيلاءه على الأراضي العربية بكل من فلسطين وسوريا وجنوب لبنان. من التحديات الهامة أيضا هي التدخلات دول الجوار في الشؤون الداخلية العربية، وخاصة لبسط نفوذها السياسي والاقتصادي وإيجاد جماعات موالية لها في الدول العربية مستغلة الخلافات العربية والنزاعات المسلحة في بعض الدول. وبالتالي هذا بند هام سيتم التصدي له عربيا من خلال هذه الوثيقة. هناك أيضا التحدي البطالة وإيجاد فرص العمل للشباب وتحقيق الأمن الغذائي والمائي للدول العربية. هذا بالإضافة إلى مواجهة كل التحديات التي تواجه المنطقة العربية. ربما يكون هذا أو هذه الوثيقة هي ردا يعني عربيا على يعني اجتماع وارسلو الذي يعقد خلال يعني أيام، ولرفض السياسة الأمريكية الصهيونية باتجاه الأراضي العربية خاصة في فلسطين. طيب بالنسبة للمشاركين محمد، يعني المشاركة لم تقتصر فقط على القيادات العربية رفيعة المستوى، إنما أيضا تم إدراج كبار المفكرين العرب في هذا المؤتمر لصياغة هذه الوثيقة. إذن هنا نتحدث عن الميزة التي تمت فيها المشاركة من قبل كبار المفكرين العرب في هذا المؤتمر، ما هي؟ نعم، يعني طبعا هذا المؤتمر الذي يتمخض عنه وثيقة التضامن العربي جمع أطيافا مختلفة من كل البلدان العربية. كان حاضرا الرئيس اللبناني الأسبق إيميل الجميل، وبالإضافة إلى الملك صاحب السمو الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات، وإياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بالإضافة إلى عدد ولفيف من المفكرين العرب والمثقفين ورؤساء الوزراء السابقين والخبراء في الشأن العربي. هذا التآلف وهذا الجمع هو جمع من كل الأطياف، وذلك لإخراج الوثيقة بشكل يعني يتوافق مع جميع الأفكار العربية ومع جميع الأطياف العربية. شكرا جزيلا لك محمد عاطف مراسل الغد، كنت معي من القاهرة على كل هذه المعلومات.